السلام عليكم أعزائي أولياء الأمور. مع موقع نذاكر درسنا النهاردة بيتكلم عن جهاز آخر في جسم الإنسان وهو الجهاز الإخراجي أو الإخراج في الإنسان. أول حاجة هنتكلم عليها إزاي بيحصل الإخراج في الإنسان. الجسم بيحصل على الطاقة اللازمة أو الطاقة اللي هو محتاجها من الغذاء الممتص في وجود الأكسجين، بينتج عن كده غاز ثاني أكسيد الكربون، بخار المية، وفضلات نيتروجينية. بعد كده الخلايا بتقوم بتكسير البروتينات اللي الجسم محتاجها في النمو وبتعوض الخلايا التالفة اللي موجودة في الجسم، وبينتج عن كده بعض الأملاح الزائدة عن حاجة الجسم، ودي وجودها أو استمرار وجودها في جسم الإنسان بيضر الجسم، عشان كده الجسم لازم يتخلص منها أول بأول. بتختلف المواد الإخراجية اللي بتنتجها خلايا الجسم عن الفضلات الصلبة. طب ايه هي الفضلات الصلبة؟ هي اجزاء من الطعام جسم الانسان مقدرش يهضمها، فبيخزنها في الامعاء الغليظة لحد ما الجسم يطردها برا، علشان كده البراز لا يعتبر من المواد الاخراجية. ازاي الجسم بيتخلص من المواد الاخراجية؟ اول حاجة خلايا الجسم بتنتج الفضلات وبتتخلص منها لأقرب شعيرات دموية موجودة. بعد كده الدم بيحمل فضلات الخلايا دي لأعضاء الإخراج عشان تتخلص منها، بيطرد غاز ثاني أكسيد الكربون مع هواء الزفير خارج الجسم، وبيتخلص من الأملاح الزائدة عن حاجته عن طريق العرق اللي بيخرج من الجلد، وبيطرد الجهاز البولي المواد الإخراجية والتروجين والنيتروجينية اللي خارج الجسم مع البول. تركيب الجهاز البولي. الجهاز البولي بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثلاث حاجات. اول حاجة الكليتين، بعد كده حاجة اسمها الحالب او الحالبين، والمثانة البولية. اول حاجة الكليتين. الكلية هي عضو اساسي للجهاز البولي، بتعمل ثلاث حاجات. اول حاجة هي بتقوم بتنقية الدم من المواد الاخراجية النيتروجينية، وبترشح المواد الإخراجية، وبتفصلها في صورة مذابة في صورة البول. وكل كلية بتحتوي على حوالي مليون أنبوبة دقيقة عشان تقوم بالدور ده. تاني حاجة هي الحالبين. والحالب دوره إنه بينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية، هو وسيلة للنقل من الكلية إلى المثانة البولية. أما المثانة البولية هي عبارة عن مخزن بيختزن فيها البول علشان يقدر يطرده خارج الجسم. التخلص من الفضلات الإخراجية، وده نشاط سهل جدا ممكن نعمله، هو جاب أم ورق الترشيح دي سهل نشتريها، وكأس مدرجة وكأس تانية ومية ورمل. أول حاجة هو ضاف شوية مية مع رمل في الكأس المدرجة وحط ورقة الترشيح داخل الأم، وفض المية بالرمل فوق ورقة الترشيح في الدورق المخروطي اللي عندنا هنا. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ مرور المية من خلال ورقة الترشيح وبقاء الرمل داخل فوق ورقة الترشيح، زي ما بيحصل بالظبط في جسمنا. الكلية بتنقي الفضلات النيتروجينية أو بتنقي الفضلات لصورة بول في صورة مذابة علشان الجسم يقدر يتخلص منها. إزاي بيتم الإخراج في الجسم؟ أول حاجة الدم اللي بيحتوي على المواد الإخراجية بيدخل لكل كلية عن طريق الشريان. الشريان ده بيتفرع إلى أصغر فأصغر لحد ما يكون شعيرات دموية. المواد الإخراجية بتمر من الدم من خلال الجدر الرقيقة للشعيرات الدموية للأنابيب الدقيقة اللي قلنا ان هي موجودة في كل كلية. بعد كده بيتم ترشيح المواد النيتروجينية وبعض الأملاح والماء الزائد علشان يكون البول. بيتكون البول من كل كلية عن طريق بينتقل الدم من كل كلية عن طريق الحالب إلى المثانة البولية اللي قلنا ان هي مخزن بيختزن فيها البول حتى تمتلئ، فيشعر الإنسان بالرغبة في التبول. في هذه الأثناء أو في نفس الوقت ده بيخرج الدم النقي من الكليتين عن طريق الوريد عشان يرجع للدورة الدموية والقلب. القلب بيدفع الدم النقي لجميع أجزاء الجسم، وبيتخلص الجسم من الأملاح الزائدة عن طريق
العرق اللي بيخرج من خلال غدد خاصة موجودة في جلد الإنسان بتسمى الغدد العرقية. وأخيرا إزاي نحافظ على صحة الجهاز الإخراجي؟ أول حاجة شرب الماء بكمية كافية، تناول وجبات غذائية متوازنة، أقلل من تناول الطعام اللي بيحتوي على ملح كتير أو بهارات كتير، أتجنب الإصابة ببعض الأمراض زي البلهارسيا اللي قد تسبب تدمير الشعيرات الدموية اللي موجودة في المثانة البولية. وأخيرا المحافظة على نظافة الجلد بالاغتسال والاستحمام بشكل دوري. ملخص الدرس إنه لازم الجسم يتخلص من المواد الإخراجية اللي موجودة فيه، وهي غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، عن طريق هواء الزفير، الأملاح الزيادة عن طريق العرق، والبول عن طريق الكليتين. وقلنا إن الجهاز البولي بيتكون من 3 حاجات: كليتين، حالبين، ومثانة. وبكده يبقى درسنا خلص. في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم على الدرس على موقع نذاكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.